أهلا بكم في قناة جوابك. إن كنت من محبي الإثارة والفنون القتالية فهذه الحلقة لك عزيزي المشاهد. من الأشرس؟ هل هو بويكا أم توني جا؟ انتظر، أين دونيان؟ نقدم لكم أيها الأعزاء أشرس وأعنف عشرات مقاتلين في هوليوود، ولكن تابع الحلقة للنهاية حتى لا تفوتك هذه الحلقة الشيقة. والآن هل أنت مستعد؟ هيا بنا. في المرتبة العاشرة، المدمر لطيف كراودر. إنه ملك السرعة والليونة، هذا المتوحش البرازيلي صاحب فن التوازن والرقصات القاتلة. بالتأكيد شاهدت فيلم بلا منازع ورأيت قتاله مع بويكا. أتشاهد كم هي قوته وبراعته في القتال؟ حسناً، ربما تقول إنها مجرد أفلام يا رجل، ولكن انتظر يا صديقي، أجرى علماء الحركة وفنون القتال اختباراً على ركلة لطيف المدمرة لقياس قوة الركلة، وذلك أثناء تأدية إحدى رقصات فن الكابويرا الثابتة. أظهرت النتيجة أن قوة ركلة لطيف 816 كيلوغرام من القوة وبسرعة 160 كيلومترا في الساعة، هذا كاف لأن يسبب نزيفا داخليا. حقا إنها ركلة مرعبة. يعد لطيف مقاتلا قويا ليس في مجال الأفلام فقط، بل إن لديه أسلوبا قتاليا مذهلا، فهو متخصص في فن الكابويرا. ولد عام 1977 وبدأ ممارسة فن الكابويرا في عمر السادسة واحترفها في عمر الرابعة عشر فقط، وهذا شيء صعب جدا. يقول لطيف: الكابويرا فن مذهل ومن يحترف هذا الفن يصعب هزيمته. وبالفعل ساهم لطيف بنشر الكابويرا في العالم من خلال أفلامه ذات المشاهد الخطيرة، ويعد لطيف أشرس ممارسي الكابويرا في العالم. المرتبة التاسعة، بويكا. اسمه الحقيقي سكوت أتكنز، واحد من أبرز نجوم أفلام الأكشن بحركاته المذهلة وقوة بنيته الرائعة. سكوت كان قويا منذ صغره. عندما كان في سن العاشرة من عمره ألحقه والده بنادي الجودو ليتميز فيه، ولكن في هذا العام تعرض بويكا للسرقة فأخذ قرارا بأن يتقن الفنون القتالية، وهذا عند بداية عمر 13 عاماً. وبالفعل بدأ مسيرته مع الفنون القتالية عندما دخل نادي لتعليم التايكواندو وبقي فيه حتى حصل على الحزام الأسود في سن 19 عاماً. أيضاً تدرب على الكيك بوكسينج ولم يستمر فيها وقتاً طويلاً حتى أصبح مدرباً للكيك بوكسينج، بالإضافة إلى تدربه على الكراف ماجا والكابويرا والنينجستو وأيضاً الملاكمة التايلاندية. كذلك كان بارعاً جداً في استخدام بعض الأسلحة، وكان السلاح المفضل لديه هو النينشانكو، وأحب هذا السلاح تأثراً بملهمه الأسطورة بروسلي. لذلك عندما ترى مشهداً لبويكا تصدقه وتشعر أنه يقاتل بشكل حقيقي، فهو بارع جداً في أداء أي حركة يقوم بها. ولعل هذا ظهر في فيلمه الأشهر Undisputed أو بلا منازع، الذي أخرج هذا الوحش المسمى بويكا. المرتبة الثامنة، صديق الأفيال توني جا. يعد توني أحد أعنف الممثلين في العالم، فهو رياضي من الطراز الرفيع ومصمم معارك. ولد في منطقة ريفية بالقرب من العاصمة بانكوك، بدأ حياته كراهب بوذي ونشأ على مشاهدة أفلام بروس وجاكي شان. بعد تأثره بهذه الأفلام أصبح حب الفنون القتالية يتغلغل في دمه، وبدأ بتقليد حركات بروس وجاكي شان باستمرار. ولحسن الحظ كان أباه ممارسا لرياضة الملاكمة التايلاندية. كان والده لا يحب أن يدخل توني إلى مجال الفنون القتالية خوفا عليه، ولكن هدد والده بأنه سيؤذي نفسه إذا لم يدربه. وبالفعل بدأ الوالد بتدريب ابنه وهو في سن 8 فقط من عمره، وأيضا كان يمارس رياضة المواي تاي وتميز فيها، حيث لم يهزم مباراة واحدة في المواي تاي
واستمر في ذلك حتى سن 15 عاماً ليدخل عالم التايكواندو وحصل على الحزام الأسود. وانطلق بطلنا واستحوذ على العديد من الفنون القتالية مثل الأيكيدو والووشو والجودو والكونغ فو ليدخل عالم الأفلام ويقدم أداء مذهلا، ويعد من أشهر تلك الأفلام فيلم أونغ باك، ومارس في هذا الفيلم العديد من الأساليب التي تعلمها خلال حياته. المرتبة السابعة، جاكي تشان. قد تظن أن جاكي رجل محبوب فقط ولديه رشاقة ولياقة بدنية عالية، ولكن هذا ليس صحيحا. هذا الرجل كسرت كل عظمة في جسده تقريبا على الأقل مرة واحدة، وذلك عندما كان يؤدي مشاهد خطيرة. ويقول جاكي عن ذلك: لا أتردد في فعل أي شيء وسأفعل المستحيل. اسمه الحقيقي شان كونغ سانغ، وولد عام 1954. يعد ممثلا بارعا وأيضا مخرجا ومنتجا ومغني، واشتهرت أفلامه وحركاته القتالية بأسلوب ملاكمة السكران، فيستطيع استخدام الحركات البهلوانية المذهلة وأيضا الحركات الارتجالية، والتي يقوم في العادة بأداء كل تلك الحركات بنفسه دون الاستعانة بأي مساعد. جاكي يتقن العديد من الحركات القتالية العنيفة. منذ صغره حصل على الحزام الأسود في فن الكيدو، وكان يلقب في صغره بباو باو، وتعني باللغة الصينية قذيفة المدفع، وهذا لسرعته ورشاقته. ولكن عادة ما يحب أن يحول تقنياته القتالية في إسعاد محبيه من خلال أفلامه الرائعة، بالإضافة إلى أنه شخص ذكي فيتقن العديد من اللغات مثل الصينية والإسبانية والكورية والألمانية والإنجليزية والتايلاندية، وحتى يتقن لغة الإشارة، ويعد أحد أشهر نجوم أفلام الأكشن والإثارة في العالم. المرتبة السادسة، جيت لي. ليلي يانجي والمعروف باسم جيت لي، وهو ممثل ومنتج ولاعب فنون قتالية من أصل صيني، ولد عام 1963 في بكين. كانت عائلته في حالة مادية صعبة، فقد حرم من والده الذي توفي عندما كان في الثانية من عمره، مما أدى إلى مشاكل مادية كبيرة بالأسرة. وكان يكبره ابنتان وولدان، فهو أصغر فرد في عائلته. آنذاك أبلغته المدرسة بأن لديه موهبة في حركته، ليقرر البطل الصغير دخول عالم الفنون القتالية في عمر 8 فقط، ليستمر عليها 7 سنوات، ويحصل جيت لي على ميدالية ذهبية وأخرى فضية في رياضة الووشو. آنذاك كان جيت لي قويا جدا برغم عدم تنوع مهاراته القتالية، فبعد حصوله على الميدالية الذهبية انطلق انطلاقة صاروخية وحصل على البطولة الدولية للصين في الووشو. بعد ذلك أتقن العديد من الفنون القتالية الأخرى مثل أسلوب القبضة الطويلة والشمالية وقبضة النمر، وتدرب على الكونغ فو الشمالي والكونغ فو الجنوبي. ويستخدم جيت لي العديد من الأسلحة مثل السيف العريض والسيف المستطيل والعصا ذات الأقسام الثلاثة، وجسد كل تلك المهارات عندما دخل عالم السينما، فظهر لأول مرة في فيلم معبد الشاولين، ومن ثم فيلم يجب على رامبو الموت، وذلك عام 2000. هذا الفيلم الذي أكسب جيت لي شهرة واسعة، ويعد الآن واحدا من أقوى نجوم أفلام الأكشن في العالم. المرتبة الخامسة، دوني يين. أحد أبرز المواهب القتالية في عالم السينما. ولد دوني عام 1963، وهو ممثل ومخرج ومصمم معارك من أصل صيني. يبدأ حب الفنون القتالية لبطلنا من أمه. أمه هي بوسي مارك، وهي سيدة خبيرة في فنون القتال. بدأ التدرب في عمر 9 سنوات تحت إشراف والدته، ليلاحظ على دوني سرعة تعلمه. فعندما وصل إلى سن 14 كان لديه رصيد كبير من الكونغ فو وفن الووشو، فأصبح بعد وقت قصير مدربا للووشو. ذات يوم عند ذهابه إلى عمله ليدرب تلاميذه،
شاهده أحد منتجي أفلام الأكشن وأعجب به جداً، فأعطاه أول أدواره وهو فيلم التايشي السكران عام 1984 درانكن تايشي، ومن أشهر أفلامه سلسلة أفلام إيب مان والتي يجسد فيها الشخصية الأيقونية إيب مان صاحب أسلوب وينغ تشون ومعلم بروس للحقيقي. المرتبة الرابعة، جان كلود فان دام. في الحقيقة الكثير من الناس يظنون أن فان دام رجل لديه بنية عضلية قوية بالإضافة إلى رشاقته في الأفلام، ولكن هذا الحصر ليس حقيقياً، فإن دام أحد أقوى المواهب القتالية داخل عالم السينما وخارجها. ولد عام 1960 في بلجيكا، لاحظ والده أن بنية ابنه الجسدية ضعيفة وهو صغير، فجعله يبدأ بالتدرب على أسلوب الكاراتيه، وذلك عند بلوغه لسن 11، وبدأ التدرب على الكاراتيه وحصل على الحزام الأسود. انتقل بعد ذلك للتدرب على الكيك بوكسينج، هذا المجال الذي تميز فيه، حيث دخل 48 مباراة حقق فيها 44 فوزا وخسر في 4 مباريات فقط. وعندما وصل لمرحلة الاحتراف حقق سجلا مرعبا، فلعب 19 مباراة ليحقق 18 فوزا وخسارة واحدة، وجميع مرات فوزه في مرحلة الاحتراف كانت بالضربة القاضية. ومما جعل فان دام مميزا في الكيك بوكسينج امتلاكه سرعة هائلة أثناء القتال، بالإضافة إلى جسده القوي، فهو يهتم برفع الأثقال ويجمع بين ليونة عضلاته وأيضا قوة جسده، وهذا ليس بالأمر السهل. لينتقل بعد هذا السجل المشرف في القتال إلى عالم السينما، فكان يتدرب مع أحد أصدقائه ويقوم بركلة 360، فشاهده أحد مخرجي الحركة وأعطاه دوره الأول في فيلم بلاد سبورت أو رياضة الدم، الذي حقق فيه شهرة واسعة، ليشارك بعد ذلك في الكثير من الأفلام، وأصبح واحدا من أشهر نجوم أفلام الأكشن في العالم. وبرغم نجاحه المذهل وتاريخه المشرف، إلا أنه لا ينسى أيام فقره، فلتسمع ما قاله: في الحقيقة كنت أسرق الطعام، أعتذر من الجميع، ولكنني كنت جائعا، مرت علي بعض الأوقات لم يكن لدي نقود لأشتري الطعام، عملت في غسيل الصحون وسائق تاكسي وحارس أمن وأحيانا مدرب كاراتيه حتى أوفر قوت يومي، ولكن كان لدي حلم ولم أتخلى عنه، وهذا ما جعلني شخصا ناجحا. وأنا أنصح الجميع وأقول: لا تتخلى عن حلمك أبدا. المرتبة الثالثة، مايكل جاي وايت. هذا الاسم اللامع والشخص العنيف المشهور بقوته وأسلوبه الحديدي في القتال، هذا الشرس لديه 7 أحزمة سوداء في 7 فنون قتالية مختلفة. مهاراته العالية وقوة جسده الهائلة تجعله شخصا يصعب هزيمته. يستطيع مايكل أداء الحركات القتالية الصعبة بشكل مذهل، وكأنه ولد لأن يكون مقاتلا. بدأ ممارسة الفنون القتالية واختار أن يبدأ في فن الجوجيستو وكان عمره 7 سنوات فقط، وبرغم صغره إلا أنه وصل لمرحلة متقدمة في فن الجوجيستو، لينتقل إلى الكاراتيه، وهذا بالتوازي مع بناء عضلاته في لعبة كمال الأجسام، ليدرس بعد ذلك 7 فنون قتالية أتقنها جميعها، وهذه الفنون هي شوتوكان، التايكواندو، الووشو، الجوجوريو، كابوتو، التجن سوتو، وأخيرا الكيوكوشينكاي. بدأت حياته المهنية بالعمل كمدرس في المدارس، ووظيفته الأساسية تشجيع الطلاب وتحفيزهم، ثم احترف التمثيل، وكان أول ظهور له في فيلم تايسون، هذا الفيلم الذي يروي قصة مايك تايسون وأشهر أفلامه بلود أند بون وأندسبيوتد، والآن يعد أحد أشهر وأقوى نجوم أفلام الأكشن في هوليوود. المرتبة الثانية، ستيفن سيجال. لا شك أنه أحد أقوى وأشهر نجوم أفلام الحركة والدفاع عن النفس. عمل سيجال حارساً خاصاً لرؤساء أمريكا وشخصيات ذات نفوذ كبير،
بدأ رحلته في الفنون القتالية بحصوله على الحزام الأسود في فن الأيكيدو ليبدأ مسيرته كمدرب أيكيدو في اليابان، واستطاع وضع بصمته كممثل فنون قتالية شرس، واستخدم موهبته الفذة في الكثير من أفلام الأكشن القتالية. ولد عام 1952 في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما كان في عمر 13 عاماً عمل في غسيل الصحون، وخلال عمله لاحظ أحد الطهاة أنه يمتلك سرعة كبيرة جداً داخل المطبخ، ونصحه بتعلم أي فن قتالي، وبالفعل بدأ التدرب على الفن الياباني الأيكيدو، وأعجب جداً بهذا الفن وذهب إلى طوكيو ليتخصص أكثر، وحصل على المرتبة السابعة، وهي مرتبة لا يحصل عليها سوى نخبة من مقاتلي الأيكيدو حول العالم، لذلك كان أول أجنبي يقوم بافتتاح مدرسة تعليم الأيكيدو في اليابان. فكان ستيفن قويا وبارعا جدا في هذا الفن، وكانت بداية رحلته في عالم السينما عندما بدأ بتدريب نجم هوليوود الشهير شون كونري، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأفلام القوية الأخرى التي تتميز بفن قتال الأيكيدو والذي قدم فيها أداء مذهلا. وأخيرا في المرتبة الأولى، الأسطورة بروسلي. كل الشخصيات المبهرة التي تحدثنا عنها كان ملهمها الأسطورة بروسلي. العديد من أساطير الفنون القتالية أجمعت على أن بروس لديه قدرات خارقة للطبيعة. سرعة ضربات بروس لا يمكن رؤيتها. يقول بطل الكاراتيه فيك مور بروس: لديه لكمة لا يمكن وصفها يا سادة. فكان بروس يوجه لكمات لفيك مور، وبرغم علم فيك بأن اللكمات ستتوجه له، لكنه يفشل مرة تلو الأخرى، حتى قال: يكفي، لا أستطيع أن أواجه بروس. سرعة بروسلي كانت خيالية لدرجة أن الكاميرا لا تستطيع أن تلاحظ حركته بسرعتها الحقيقية، مما جعل مخرجي أفلامه يقومون بإبطاء حركاته كثيراً حتى تكون معقولة بالنسبة للمشاهد. وبالرغم من إبطاء حركاته، إلا أنك عندما تشاهد أي فيلم له تتعجب من سرعة حركاته الهائلة، مما جعل عشاقه يتساءلون: ما هي سرعتك الحقيقية يا بروس؟ ولد الأسطورة في مدينة كاليفورنيا الأمريكية في 27 من نوفمبر عام 1940، وكان يطلق عليه التنين الصغير نظراً لأنه ولد في وقت التنين حسب الأبراج الصينية. كان بروس يحب الفنون القتالية منذ صغره، وعند بلوغه سن 13 عاماً تعلم الوينغ تشون من معلمه إيب مان. لم يخسر بروس أي قتال في حياته بالرغم من كثر المتحدين له والمدعين أنهم يستطيعون هزيمته. درس بروس الفلسفة، ويعد من أهم الشخصيات التي كان لها دور كبير في الارتقاء بلعبة الكونغ فو، فقد ساهمت أفلامه بتغيير ملامح أفلام الأكشن في السينما الأمريكية. بروس صاحب ضربة الإنش الواحدة، فبدون أن يتحرك من مكانه يستطيع من خلال قبضته الحديدية أن يحرك شخصاً بالغاً من مكانه وأن يسقطه أرضاً. يمتلك بروس لياقة بدنية عالية، فكان يقوم بالضغط على إصبعين فقط، وكان يمارس رياضة الدراجون فلاج وبأعداد كبيرة جداً، فكان يمتلك قوة تحمل هائلة. مهارته لم تقتصر على القتال باليد وإنما بالأسلحة البيضاء أيضاً، وكان السلاح المفضل إليه هو النينشانكو. أسس أسلوبه القتالي جيت كوندو المعروف باسم فن قتال الشارع الذي يمارس حتى الآن ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. حصل على بطولة الملاكمة عام 1958، وكان يمارس تمارين الملاكمة يومياً ليصل إلى 5000 لكمة في اليوم الواحد. كل هذا يا سادة جاء من شخص ضعيف البصر. يا لك من أسطورة يا رجل. وبرغم كل تلك الإنجازات فقد ترك الحياة في سن مبكرة، حيث كان في 33 من عمره، وكان خبر وفاته مزلزلا بالنسبة لمحبيه حول العالم، وترك العالم في جدل كبير حول سر وفاته، وأقيمت الجنازة
وحضرها 25,000 من عشاق الأسطورة بروس، ولكنه لا يزال يعيش في قلوب ملايين محبيه. Your mind be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. فلتشارك برأيك عزيزي المشاهد في مناقشة الحلقة في التعليقات، وللمزيد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد لدينا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.